وهذا الموقف يا إخوة يشمل الكل، ما منا من أحد إلا وله ذنوب. فيا ليت شعري كيف أحوالنا هناك، يا ليت شعري كيف أحوالنا هناك. سلف هذه الأمة وكانوا في ذلك الاجتهاد كانوا يخافون خوفا شديدا من لقاء الله. أحدهم يبكي حتى فوق قعر في كل وقت، فقال له صاحب الله: هكذا حالتك حتى في البيت؟ فقال له: ما سؤالك؟ قال: لعلي أنتفع. فقال: والله إنه لا يعرض لي، أي أذكر موقفي مع الله يوم القيامة وأنا مع أهلي على مائدة الطعام. قال: فأبكي وأرتفع ويبكي أهلي ونترك الطعام، وربما عرض لي هذا وقد أتيت أهلي، أي يريد أن ينام مع أهلي فلا يستطيع يترك أهلي. فقال: لماذا هذا؟ قال: إن ربي توعدني إن أنا عصيته، قال: والله لو توعدني ربي إن أنا عصيته أن يسجنني في حمام لكان جديرا بي أن أحزن وأبكي، فكيف قد توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار؟ كيف والله قد توعدنا يا إخوة إن نحن عصيناه أن يسجننا في النار؟ النار يا أمة محمد ليست سهلة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدم، فالويل لأصحاب المعاصي والذنوب. ونحن أيضا لازلنا ولا زالت بنا ذنوب، فكيف موقفنا إذا سألنا رب العالمين؟ كيف موقفك إذا قال الله لك: يا فلان لماذا ارتكبت هذا الذنب؟ يا فلان ما الذي جرأك على معصيتي؟ يا فلان لماذا غفلت عن ناري؟ يا فلان أما علمت أنك ستلقاني؟ يا فلان أما علمت أنك ستقف هذا الموقف؟ فما هو جوابنا لربنا؟ المصيبة كلما حاولنا أن نزحزح أنفسنا وجدنا أنفسنا عاجزين، فوا مصيبتا عند لقاء ربنا. ومصيبتا عند أن يسألنا الله: ما هي حجتنا؟ ما هي حجتنا أمة محمد؟ ما هو عذري وما هو عذرك عند أن تعرض ذنوبي وذنوبك على الله؟ في ذلك اليوم الذي تشيب له الأطفال، رؤوس الأطفال تشيب من هول ذلك اليوم ولم يرتكبوا ذنبا، فكيف بمحالنا ونحن قد ارتكبنا ذنوب ومعاصي وما أكثرها؟ أمة الإسلام، والله إنا لعلى خطر.
اي والله والله انا لعلى خطر عظيم. والله انا لعلى خطر عظيم. احذروا من الذنوب والمعاصي لا تتمادوا امة الايمان، فسيأتي اليوم الذي يحزنك ذنبك والذي تحزنك المعصية. لا تفرح بما يحزنك، لا تفرح بما يحزنك يوم القيامة، بل لا تفرح بما يطول من أجله حزنك، ويكون حزنك حزنا طويلا. لا تفرح. وقالوا لا تنذروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بل يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فكن على حذر أيها المسلم، لا تفرح بالذنب فسيطول حزنك غدا، لا تفرح بالمعصية فسيطول حزنك غدا. فاحذر اليوم واحزن اليوم على الذنب قبل ان تحزن في ذلك اليوم الذي لا ينبع فيه الحزن، ولا ينبع فيه البكاء، ولا ينبع فيه التحسر. تحسر اليوم ما دمت حيا وما دمت قادرا على الخلاص قبل ان ياتي ذلك اليوم الذي لا ينبع فيه الحزن، ولا تنبع فيه الحسرة، ولا الندامة، ولا الندامة. عودة الى الله، عودة الى الله، عودة الى الله. فتش نفسك غليمان، ترفع عن الذنوب والمعاصي، انت ستحزن حزنا طويلا، انت ستحزن على ارتكاب الذنب حزنا طويلا. كن على حذر، كن على حذر، وتذكر موقفك بين يدي الله. 50,000 سنة ونحن وقوف، ونحن وقوف بين يدي الله، لا نستطيع ان نراجع على انفسنا في ذلك الموقف الطويل. أمة الإسلام ملئت الأرض بالذنوب والمعاصي، أمة الإسلام غفل الناس عن ذلك اليوم الذي تشيب الروح وتضع الحوامل حملا لهوله. عودا إلى الله، ارجعوا إلى الله، توبوا إلى الله. ما دامت أرواحنا في أجسامنا وما دامت التوبة تنفع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن ينجينا من عذابه، وأن يؤمننا يوم لقاه. اللهم إنا نسألك الأمن يوم لقاك. اللهم اغفر لنا الزلات، وكفر عنا السيئات، وارفع لنا الدرجات، وضاعف لنا الأجر والمثوبات، ولا تؤاخذنا بزلاتنا. اللهم لا تؤاخذنا بزلاتنا، ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واصلح أحوالنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.